بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله وانوي الاعتكاف في هذا المسجد ما دمتم فيه. أنهينا بفضل الله وعونه ومنه وكرمه شرح سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وننتقل بكم الآن إلى سورة الفتح. وهذه السورة مدنية، أي نزلت في المدينة بالاتفاق، لأنها تتكلم عن فتح مكة كما ذكر بعضهم، أو عن فتح الحديبية. يعني الفتح المذكور في هذه الآية أو في هذه السورة، هل هو فتح مكة أم فتح الحديبية؟ للعلماء في هذا أقوال. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح معناه الظفر، والظفر هو النصر، سواء كان عن عنوة أو عن صلح، هو فتح نصر، سواء كان بحرب أو بغير حرب، لأن المنغلق ما لم يظفر به، فإذا ظفر به صار فتحا لأنه قد فتح. والعلماء قالوا المراد بهذا الفتح فتح مكة، يعني بعضهم، وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية عدة، يعني وعدا من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة كان أراد أن يتوجه إلى مكة للعمرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه نحو من 1500 صحابي، 1500، هذا عام الحديبية. فلما وصل إلى الحديبية، والحديبية نسبة إلى بئر كانت هناك، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لم يخرج مريدا القتال، يعني قتال أهل مكة، إنما خرج لأجل العمرة. وأخذ معه من السلاح الشيء القليل الذي يؤخذ عادة للدفاع عن النفس، وانطلق بهم ووصل إلى الحديبية. ثم هناك وصل الخبر إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحديبية يريد أن يقدم مكة ليطوف بالبيت، والحديبية تبعد نحو 9 أميال عن مكة، ليست بعيدة. فحلف المشركون أنهم لن يأذنوا لرسول الله وأصحابه بالتوجه إلى مكة والطواف بالكعبة،
مع أنهم كانوا أحرم بالعمرة، تعرفون يوجد مواقيت لا تتجاوز بدون النية، فكانوا أحرم، يعني كانوا في حالة الإحرام، وبعثوا خبرا أنهم لن يأذنوا بذلك، فأرسل النبي إليهم خبرا صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء للقتال إنما جاء للعمرة، ولكنهم أصروا وقالوا فليأتي في عام لاحق ليس في ذلك العام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتكلم معه، فتأخر عثمان بن عفان وأشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وطالبهم بالبيعة، طالبهم بالبيعة أن يبايعوه. ما معنى أن يبايعوه؟ يعني على أن لا يفروا، على أن يثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا العهد الذي أعطوه للنبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يفروا وأن يبقوا معه وينصروه، يعني هؤلاء يعاهدون الله على أن يؤيدوا نبيه، هذا معنى إنما يبايعون الله، يعني في الحقيقة يعطون العهد لله عز وجل أن يثبتوا مع نبيه وأن ينصروه. ثم بعد ذلك رجع عثمان وبعث قريش سهيل بن عمرو ليعقد صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف هذا بصلح الحديبية، والقصة طويلة في كتب السير الذي فيه كتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فذاك قال له لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما كنا حاربناه، ففي الآخر كتب الوثيقة هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فاتفقوا على أمور معينة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويقصوا للتحلل، وأن يذبحوا البدنة التي أحضروها معه وغير ذلك، فحلقوا وذبحوا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فحيثما يعني كما قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا معناه أحصروا يعني منعوا عن قدوم مكة. وكان هذا الأمر يعني تسبب بالاستياء من بعض الصحابة، تضايقوا جدا يعني من هذا الأمر، تضايقوا جدا لأجل ما حصل. وحتى عمر رضي الله عنه كان كما هو حاله رضي الله عنه، كما هو حاله شديد في أمر الدين، أنه لماذا نكمل؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه سيعطى الفتح بعد هذا، ونزلت هذه السورة بعد صلح الحديبية تفريجا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيتا للمؤمنين، معناه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني على قول من قال بأن المراد فتح مكة معناه وعد من الله تعالى لنبيه بأن مكة ستفتح بإذن الله. وحصل يعني في هذا الوقت عند الحديبية أنه لم يكن هناك ماء
في هذه البئر، يعني صاروا يأخذون من الماء إلى أن جف ماء البئر وما بقي فيه قطرة ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمضمض ومج في البئر فصار يعطي ماء كثيرا فشرب جميع الناس. وأيضا في هذه الحادثة حصلت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نبع الماء من بين أصابعه، كما ذكر أنس وجابر قال عطش الناس يوم الحديبية فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. وكان بين يديه ركوة ماء، وعاء صغير فيه ماء يتوضأ منه. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه المباركة في الركوة فجعل الماء ينبع من بين اللحم والعظم. جابر راوي الحديث يقول فرأيت الماء ينبع من بين اللحم والعظم، من بين اللحم والعظم. فقال فشربنا وتوضأنا، فقيل له كم كنتم؟ قال والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. 15,000 يعني 1500. لو كنا 100,000 لكفانا. وفي هذا يقول بعض المادحين وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. هذا أعذب ماء، أعذب ماء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هذه السورة وأخبرهم بالفتح القريب إن شاء الله تبارك وتعالى، رجعوا إلى المدينة. وبعد عامين يعني في السنة الثامنة من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة بعد أن نكث الصلح مشركو مكة وخانوا العهد والصلح وغدروا بأناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعد جيشا ورجع هذه المرة لفتح مكة، رجع بعد عامين ولكن رجع بعشرة آلاف مقاتل. عند ذلك عندما علم المشركون بأنه أتى بعشرة آلاف كيف سيقاتلون عشرة آلاف؟ فقالوا قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به إن لم تستطيعوا قتاله فماذا تفعلون؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم خبرا من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني لبيان موقعه. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ولم يحصل قتال شديد، إنما في بعض الشعاب البعض اختاروا أن يقاتلوا المسلمين، فالمسلمون ظفروا بهم وفتحت مكة. وهنا انقلبت الأمور. مكة التي كانت في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت يعني بلدا يشرك بالله فيه وتعبد الأصنام فيه، حول الكعبة كانوا وضعوا 360 صنما، 360 صنما. تذكرون ما ذكرنا عن إبراهيم عليه السلام عندما كسر الأصنام، كسرها بالفأس وعلق الفأس على الكبير. أما النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة صلى الله عليه وسلم جعل يشير بيده إلى هذه الأصنام فتسقط الواحدة والأخرى، وهو يقول يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتحت مكة، كسرت الأصنام، صارت بلدا إسلاميا بعد أن كان يشرك الله فيها، صارت يوحد الله فيها، وبقيت
هكذا إلى يومنا هذا ولله الحمد. فهذه قصة باختصار يعني قصة فتح مكة وصلح الحديبية. فإنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعضهم قالوا المراد بالفتح فتح مكة، ونزلت هذه السورة بعد الحديبية يعني عام الحديبية وعدا من الله للنبي بالفتح. وقالوا أنه هذا المراد أنه فتح الحديبية كان أمرا عظيما، وذكر فيها ما ذكر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. معناه ليغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأيضا يعطيك هذا الفتح، يعطيك هذا الفتح فتح مكة، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وأيضا في آخرها فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا الله تعالى أخبر أنه حفظه على قول بعض العلماء من الذنب فيما مضى وفيما سيأتي، هذه نعمة، والنعمة الثانية هي الفتح، هي الفتح. يعني وقالوا ليس المراد أن الفتح هو سبب المغفرة، بل الله وعده بالاثنين، بالاثنين، فبأن يحفظه من الذنب فيما مضى وفيما سيأتي، وأيضا وعده بالفتح بفتح مكة، ويتم نعمته عليك بإعلاء دين الله تبارك وتعالى وفتح البلاد. وحصل بعد فتح مكة أن صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعد أن كانوا يدخلون الإسلام فرادى أحيانا، يعني الشخص والشخصان ونحو ذلك في الإسلام، صاروا يدخلون كقبائل أفواجا، قبيلة بكاملها تسلم، فازداد بذلك عدد المسلمين وكثر الله عددهم. وينصرك الله أو يهديك صراطا مستقيما، المراد يثبتك على هذا الدين المرضي. عندما نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ليس معناه أننا نحن على ضلال ونطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنما المعنى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم. فهو معناه ويهديك صراطا مستقيما أي يثبتك على هذا الصراط، هذا الطريق القويم. وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني قويا منيعا لا ذل بعده أبدا، يعني بعد هذا الفتح قويت شوكة المسلمين بكثرة. ثم قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. السكينة يعني السكون والطمأنينة، أنزله الله تبارك وتعالى على المؤمنين بسبب الصلح ليزدادوا يقينا إلى يقينهم. وقيل معناه الصبر يعني على أمر الله عز وجل والثقة بوعد الله تبارك وتعالى، صار عندهم سكينة عندما نزلت هذه السورة وهي وعد من الله بفتح مكة، فحصل عندهم سكون وطمأنينة وازدادوا إيمانا مع إيمانهم.
ثم قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معناه ولله جنود السماوات والأرض يسلط بعضها على بعض كما على حسب علمه وحكمته سبحانه وتعالى. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لسخر من جنوده يعني من الملائكة وأيضا من أهل الأرض من يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في حال يعني هؤلاء ما ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. معناه الله تعالى هو الذي يؤيده. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. طيب بماذا وعد المؤمنين من هذا الفتح؟ قال الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقال هذا طبعا هذا الوعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. ف أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين في المدينة قال وما لنا نحن. فنزل قول الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. السوء والسوء يعني السوء الذي هو الشر الذي هو ضد الخير هذا هو السوء. والسوء بمعنى الهلاك والدمار يعني عليهم دائرة السوء يعني سيلحقهم الهلاك. يعني هؤلاء الذين ظنوا أن الله تعالى لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يرجع المؤمنون إلى مكة ظافرين فاتحين فأخبر الله تبارك وتعالى بأن دائرة السوء يعني الهلاك والدمار ستكون عليهم وبين أيضا أن غضب الله عليهم وأن الله لعنهم وأن لهم جهنم وساءت مصيرا. إلى هنا إن شاء الله نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.